نحن حاليا نحتفل بقيامة المسيح، ولذلك الكنيسة لها طقس الفرح باستمرار مهما كانت الأسباب. حتى لو أن جناس دخل إلى الكنيسة يستقبل الجثمان بأناشيد الفرح الخاصة بالقيامة. ولذلك نريد أن نتكلم عن الفرح بالرب بمناسبة القيامة، الفرح بالرب. أول نقطة عايز أقولها لكم، هناك فرق كبير بين الفرح واللذة. اللذة خاصة بالجسد، لكن الفرح خاص بالروح. في إنسان بيتلذذ بالطعام أو الشراب، لذة للجسد. في إنسان بيتلذذ بالمناظر، يشبع عينيه من كل منظر جميل من الطبيعة، يتلذذ بالسمع، بالأغاني، بالموسيقى. كل دي حاجة اسمها لذة مش فرح. إلا لو كانت موسيقى روحية أو مناظر روحية تشبع روحه فيفرح بالرب، دي حاجة تانية. فاللذة تختص بالمادة وبالجسد، أما الفرح فيختص بالروح وبالرب. وطبعا الفرح اللي نقصده هو الفرح الروحاني، لأنه يوجد فرح للنفس وليس للروح، وهو فرح باطل خاطئ. في فرق بين النفس والروح. يعني إيه مثلا؟ يعني الذي يفرح بسقطة عدوه أو بمصيبة تحل على إنسان، ده فرح خاطئ ونفساني وليس روحاني. لذلك في سفر الأمثال بيقول لا تفرح بسقوط عدوك، وفي كورنثوس الأولى 13 بيقول المحبة تفرح بالحق ولا تفرح بالإثم. فاللي يفرح بالإثم واللي يفرح بسقوط عدوه دي نوع من الشماتة، خطأ روحي وغير مقبول. ولذلك الكتاب يمنعنا من هذا الأمر ويمنعنا من الفرح الباطل. كذلك الفرح الممزوج بالكبرياء أو بالذات، يعني رفعة الذات، زي ما التلاميذ رجعوا وكانوا فرحانين وقالوا للمسيح حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، فقال لهم لا تفرحوا بهذا، ده فرح باطل، لأنه ممزوج بالذات والرغبة في عظمة الذات. كذلك الناس اللي يقعدوا ينبسطوا انهم مثلا يتكلموا بألسنة ويبقوا فرحانين، ليس لمجد الله وانما لمجد انفسهم ان عندهم موهبة، برضو فرح باطل. يقول لهم المسيح لا تفرحوا بهذا، بل افرحوا بالحري ان اسماءكم قد كتبت في الملكوت. في انسان بيفرح بالخطية، بيفرح بالخطية ويبقى مبسوط. فرحه بالخطية هو خطية أخرى تضاف إلى خطيته، لأن مفروض أنه يتبكت على خطاياه. زي إنسان يكون فرحان أنه انتقم من عدوه، لا فرح بخطية، لا فرح باطل برضه. وفي فرح من نوع العالمي اللي مفروض الإنسان يرتفع عن مستواه، زي ما الابن الكبير في قصة رجوع الابن الضال أخيه الأصغر قال لأبيهما وقد لم تعطني جديا لأفرح مع أصدقائي. فرح علماني وعالمي باطل. جربه أيضا سليمان الحكيم لما قال ومهما اشتهته عيناي لم أمنحه عنهما. وهذا الفرح العالمي كما قال عنه الكتاب إن عاقبة الفرح حزن، عاقبة الفرح حزن. وزي ما قال في سفر الجامعة الذهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة، يقصد الفرح العلماني اللي من هذا النوع. في سفر الأمثال يقول أيضا الحماقة فرح لناقص الفهم، ويقول قلب البخال في بيت الفرح، يقصد الفرح العالمي، الفرح الخاص بالحواس، الفرح الخاص بالجسد، الفرح النفساني وليس الروحاني. إذن ما هو الفرح الروحاني؟ أول فرح روحاني بنحتفل به في عيد القيامة
هو وعد السيد المسيح لتلاميذه لما قال لهم سأراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منه. وفعلا لما شافوه بعد القيامة بيقول ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. إحنا اللي عايزينه إزاي تشعر بفرح لوجود ربنا في حياتك، إزاي تشعر بفرح لوجود ربنا في حياتك مش لأي سبب آخر، سواء في حياتك أو حياة غيرك. وجود ربنا والالتقاء به هو سبب الفرح. ما احنا في أيام الخمسين الكنيسة فرحانة وبتستقبل حتى الجناس بألحان الفرح وما بتقولش لحن حزيني أبدا وما فيش أصوام وما فيش مطنيات، لكن مش هو ده الفرح بالرب. مفروض ده مظهر خارجي يدل على حقيقة داخلية إنك فرحان بالرب وبوجود ربنا في حياتك، فرحان بربنا وبوجود ربنا في حياتك. هذا الفرح بالرب هو اللي قال عنه الرسول في فيليبي 4:4 افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرح. تفرح في الرب وتفرح بالرب وتفرح كل حين إنك موجود مع ربنا. وقال عنه بطرس الرسول إنه فرح لا ينطق به ومجيد. غالبية الناس اللي فقدوا الفرح هم الناس اللي مش شاعرين بوجود ربنا معاهم، مش شاعرين بخلطة أو عشرة مع ربنا، عشان كده مش شاعرين بفرح، أو لهم الفرح العالمي أو الفرح الجزداني أو الفرح النفساني. اللي يفرح بربنا يفرح بربنا وبكل ما يتعلق بربنا. داود يقول له فرحت بشهاداتك، فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. يقول له فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. فرحت بكل ما يتعلق بربنا. الإنسان اللي يحب ربنا يفرح بالكتاب المقدس، يفرح لما يقرأ له آيتين، يفرح لما يتأمل فيه، يفرح لما يجد تعزية في عظة روحية، يفرح لما يجد أن روحه تلامست مع الرب في الصلاة في التأمل. له فرح روحاني، فرح بالرب. اسأل نفسك في كل يوم هل فرحك بربنا ولا فرحك له أسباب أخرى. ياريت تسأل نفسك السؤال ده، هل فرحك بربنا أم فرحك له أسباب أخرى. تسبحة العذراء نجد في أولها هذه الحقيقة، تقول إيه؟ تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. إذن ابتهاجها بربنا وبخلاص الرب، فأنت هل ليك الفرح بخلاص ربنا؟ كثيرا ما نتكلم عن الفداء والكفارة، ولكن نادرا ما يكون عندنا فرح قلب كبير بهذا الفداء وهذه الكفارة عمليا. يعني إن إنسان تجده مبتهج من أجل الفداء العظيم الذي قدم له، من أجل الكفارة التي حملت جميع خطايانا. هو ده اللي ربنا طلب مننا. يعني شوفوا زي ما بتقول العذراء تبتهج روحي بالله مخلص. بولس الرسول في رومية 5 بيتكلم عن نوع من الفرح، إن إحنا صولحنا مع الله، صولحنا مع الله وتبررنا بيه. في فرح بالتوبة، فرح بالتخلص من الخطية، ده فرح كبير جدا، مش بس في الأرض في السماء. يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة. والأب لما اتكلم على الابن الضال قال كان ينبغي أن نفرح ونسر لأن ابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. الفرح بالتوبة والفرح بالرجوع إلى الله. لكن واحد زي الابن الكبير يفرح بجدي، يفرح به مع أصدقائه، ده شغل صغير. ده هو كان كبير في السن لكن صغير في مستواه. لذلك نجد في قصة الخروف الضال أن صاحبه أول ما لقاه حمله على منكبيه فرحة، الفرح برجوع الخطاة. كذلك فرحت المرأة التي وجدت الدرهم المفقود. ومش بس فرح، دعوا الأصدقاء يفرحوا معهم، قالوا تعالوا افرحوا معي لأن أنا وجدت الدرهم المفقود. ياريت ناس كتير مننا يكون عملهم هو البحث عن الخطاة
ويفرحوا فرح كبير برجوع هؤلاء الخطاة وبرد الضالين وإرجاعهم إلى ربنا، أعظم نوع من أنواع الفرح. لذلك الخدام كانوا بيبقوا فرحين جدا لأن عملهم هو لهم خدمة المصالحة، بينادوا يقول اصطلحوا مع الله، ويفرحوا جدا لما يجدوا إنسان اصطلح مع ربنا. الخدمة مش ليها مكافأة في السماء بس، ده ليها مكافأة على الأرض بالفرح العظيم اللي يفرح به الخادم لما يرد واحد ضال. بيقول عليه الكتاب من رد خاطئا عن طريق ضلاله ينقذ نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. بينقذ نفس من الموت، عشان كده بيبقى فرحان انه انقذ نفس من الموت. الفرح بالتوبة والفرح بالمغفرة. داود في مزمور التوبة بيقول لربنا اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المنسحقة. اسمعني سرورا وفرحا، رد لي بهجة خلاصك. فرح الإنسان بالتخلص من خطية، فرح الإنسان بالتخلص من عادة من العادات الخاطئة، زي إنسان بيشرب سجاير وقدر يبطل السجاير يبقى فرحان إنه استطاع يتخلص من عادة رضية. الناس اللي عندهم الإدمان لو قدروا ينجوا من الحكاية دي بيبقوا فرحانين، وكل اللي حواليهم فرحانين إن الواحد فرحان إن نجي من عادة مسيطرة عليه. أي عادة وحشة، اللي تعبان من أفكار شريرة لما بيقدر يتخلص من الفكر الشرير بيبقى فرحان. فرح الانتصار على النفس، ولا أقول على الآخرين، الإنسان لما ينتصر على نفسه يبقى فرحان جدا، لأن الكتاب بيقول اللي بيضبط نفسه أحسن من اللي بيحكم مدينة. تقدر أنت ترد الشر بالشر لكن ما تبقاش إنسان روحي، لكن لما تقدر تمسك نفسك وتضبط نفسك بتفرح إنك استطعت أن تنتصر على نفسك. داود النبي أراد أن ينتقم لنفسه من نابال الكرملي، وجاءت أبي جايل وقالت له لا، لألا تصير هذه معثرة ليك وإنت موجود في حزمة الحياة مع الرب إلهك، لألا بعدين لما ربنا يصنع معك خير تبقى تعبان إنك أنت انتقمت لنفسك. فرح داود بأبي جايل ونصيحته وقال لها مبارك هو عقلك ومباركة هي حكمتك، لأنك منعتيني من إتيان الدماء ومن انتقام يدي لنفسي. فرح بهذا. عارف لما أنت إنسان يسيء إليك وترد الإساءة بخير تبقى فرحان من جوه. كل عمل خير تعمله له فرحه، مش بس فرح في الأبدية وفرح على الأرض. لما تنقذ أي إنسان مسكين، لما تفرح قلب عيلة فقيرة، لما تريح إنسان تعبان أو تهتم بناس ضيعين، تشعر بفرح داخلي لأنك أفرحت قلوب كثيرة. أتذكر أني مرة كنت قلت لكم على ما أظن كلمة قالها إنسان أديب لطيف، قال إيه؟ قال إنني سقيت شجيرة كوب ماء، اديت كوب ماء رويت لشجرة صغيرة، فلم تقدم لي عبارة شكر واحدة لكنها انتعشت فانتعشت. يعني لما بص لقى الشجرة كده زهزهت وورورت هو فرح من جوه لأنه قدم لها شيء. أنت لما بتقدم شيء لإنسان محتاج وهو يفرح تجد شعور داخلي جواك بالفرح. لما الأم بتبسط ابنها بتبقى هي أكتر انبساطا منه لأنها قدرت تفرح إنسان. هو تفتكروا إن الولد الصغير بيفرح وهو بيرضع من أمه، دي الأم بتبقى فرحانة وهو بيرضع منها، تشعر بنفس اللذة اللي هو بيشعر بيه وأكثر لأنها شعر أنها أسعدت إنسان. ياريت يكون في داخلكم الفرح بإسعاد الآخرين، الفرح بقيادة الناس إلى التوبة، والفرح بإسعاد الآخرين أيا كان. اللي بيدفع العشور وهو متضرر ومتضايق ومحتج ويقول يا رب يعني أدفع منين وأنا فلوسي مش مكفياني، وبيدفع الفلوس بضيقة نفس، فكروكو ده بيشعر بفرح؟ أهل الفلوس اتخذت منه وراحت لربنا أو للفقراء والملائكة قالوا ما وصلتناش وهو ما طلش حاجة ومش فرحان من دول.
لذلك الكتاب بيقول المعطي بسرور يحبه الرب. يعطي بسرور يعني بيدي وهو فرحان، فرحان بالعطاء. الآخذ بيفرح بأنه بياخد، واللي بيعطي بيكون فرحان أكتر منه. الفرح بالعطاء، ياريت تجرب فرح العطاء كما تجرب فرح قيادة الناس للتوبة، كما تجرب فرح إسعاد الآخرين. كل دي أنواع من الفرح اللطيف، زي مثلا المرشدين الروحيين وفرحهم بنجاح أولادهم روحيا. فكرك اللي بيرشدك روحيا ما بيكونش فرحان لما بيلاقيك ناجح؟ ده القديس يوحنا الحبيب يعني شاعر بهذا الفرح، بيقول ايه في رسالته الثالثة لغايس الحبيب، بيقول له ايها الحبيب اروم في كل شيء ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ناجحة. دي الحاجة اللي هو يفرح بيه، يقول ما عنديش فرح اعظم من كده الا اني ارى اولادي سالكين في الحق. بيقول ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اولادي انهم يسلكون بالحق. كل ده يخش ايضا في فرح الخدمة وفرح الرعاية، فرح الام والاب بنجاح اولادهم، وفرح الخادم بنجاح مخدوميه، وفرح المرشد الروحي والاب الروحي بنجاح اولاده. ده فرح روحاني لانه فرح من اجل الرب، استطاع يصالح الناس مع ربنا زي ما قال بولس الرسول انه اعطانا خدمة المصالحة بنفرح بيها. ولذلك بولس الرسول في عبرانيين 13 بينصح اولاده انهم يكونوا مطيعين لابائهم الروحيين. بيقول لهم ايه؟ عبرانيين 13 آية 17 أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آمنين لأن هذا غير نافع لكم. يعني الأب الروحي لما يلاقي أولاده بيطوعوا في كل حاجة بيشعر بفرح لأنه أدى رسالته وكلامه جاب نتيجة. لكن لما يجي ينصح واحد ويخش معاه الواحد ده في مناقشات، وليه وعشان ايه واقنعني وانا مش موافع على كده، لا يا ابونا لا 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 ده ايه دي؟ يبقى بيفرح مرشده الروحي او اباه الروحي ده دخل معاه في مناقشات وند بند وراس براس وراي براي وفكر بفكر والحكايه مش ماشيه. بيقول اطيعوا مرشديكم واخضعوا لانهم يسهرون من اجل نفوسهم لكي يعملوا ذلك بفرح غير أنين، ما يعودوش يئنوا في قلوبهم من الداخل بسببكم. نسمع كلمة لطيفة إن الناس كانوا يقبلون الكلمة بفرح. لطيفة دي، إن الناس بيقبلوا الكلمة بفرح، يعني فرح المستمع كما فرح المتكلم. ونسمع عن فيلبس الذي قابل الخصي الحبشي في الطريق وبيقرأ سفر أشعياء، بدأ يكلمه عن المسيح لغاية لما آمن واعتمد. يقول ذهب في طريقه فرحا، ذهب في طريقه فرحا. عمل ربنا دايما مفرح، عمل ربنا دايما مفرح، يشعر الإنسان أنه بيفرح به وأيضا اللي بيسمعه بيفرح به. المعمدان فرح كثيرا بكرازة المسيح، ولو أنه هو أحيل إلى الاستيداع خلاص خدمته انتهت وجاء المسيح حل بحل. قال لهم أنا مجرد صديق للعريس، أنا مجرد صديق للعريس، أبص من بعيد وأفرح. الآن فرحي قد كمل، فرحك قد كمل يا يوحنا إن خدمتك راحت وجاء المسيح أخذته هو صاحب الخدمة. أنا فرحان إن سلمت العروس للعريس، الآن فرحي قد كمل. الإنسان اللي يفرح بخدمة غيره يبقى قلبه نقي من جوه، لكن الإنسان الأناني اللي يحب ذاته يقعد ينتقد في خدمة غيره عشان يبقى هو الوحيد اللي يعرف الحق وهو الوحيد اللي بيخدم، وتخش المسألة في دور غيرة وحسد بين الخدام. الخدام الحقيقيون يفرحون بخدمة كل خادم
يفرحون بعمل كل واحد بيشتغل في الملكوت. ده المعمدان قال الآن فرحي قد كمل، الآن إيه؟ فرحي قد كمل. الإنسان الروحي يفرح بفرح الآخرين. يفرح إيه؟ بفرح الآخرين. بيقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. إن فرح عضو تفرح الأعضاء الأخرى معه، وإن تألم عضو تتألم باقي الأعضاء. المشاركة في الفرح فضيلة، ليست فقط عملا اجتماعيا الناس بيجاملوا به بعض، لكن هو فرح قلبي. زي ما اليصابات حبلت وبقالها ابن، كل الناس جم فرحانين ليها، فرحانين ليها. مش بس العاقر يقول لها كتاب ترنمي ايتها العاقر ربنا هيديكي، لا ده اللي حواليها ايضا بيفرحوا بفرحها. يا ريت يكون عندنا فرح بفرح الاخرين. ولذلك ساعات الاخرون يعاتبونا يقول ما جيتوش هنتونا في المناسبه الفلانيه، ما جيتوش ايه هنتونا، لان فعلا تقصير مننا اننا لا نهنئ الاخرين في افراحهم، يفرحوا بافراحهم. يشعر القلب الفرحان ان قلوب كثيره حواليه فرحانه بفرح، فرحانه بفرح. فكركوا العيل الصغير ده لما يكبر يبقى عمره سنتين ولا ثلاثه ويعملوا له عيد ميلاد وشمعتين ثلاثه وايدينهم الناس قاعدين يرتلوا له ويغنوا له، هو فرحان لان لقى العيد بتاعه كل الناس فرحانين معاه، كل الناس فرحانين معاه. تقول لي دي حاجه اجتماعيه، اقول لك لا دي حاجه روحيه، لان الكتاب بيقول فرحا مع الفرحين. وزمان كانت موجوده ايضا في ذبيحه السلامه، ذبيحه السلامه موجوده في سفر اللاويين. كان انسان ربنا رزقه وفرحان كان بيقدم ذبيحه سلامه شكر ربنا، والذبيحه دي ياكل منها هو وكل اصدقائه واحبائه. ودي لا تزال موجوده عندنا، لما واحد بيندر ندر وبيخلي اصدقائه ييجوا يفرحوا وياكلوا معاه، او الناس مثلا بيعملوا فطير الملاك، كل ملاك عمل معهم معجزه ويدوا كل الناس، كل واحد ياكل من الفطيره دي بيبقى فرحان، يقول لازم الملاك عمل معجزه مع الشخص ده، فرحان بفرح الاخرين. لما انت بتفرح بفرح الاخرين بتبقى تشترك معاهم ويشعروا ان كلنا اسره واحده، كلنا فرحانين مع بعض. ولذلك في حفلات الزواج يقول لك ده فرح فلان او فلان، كل الناس ييجوا يفرحوا معاهم. في اعياد ميلاد اي حد بييجوا يفرحوا معاهم، مش مجرد فرح اجتماعي، فرح روحي، لانك بتبهج قلوب ناس حواليك وتفرح بيهم. في نوع من الفرح هو الفرح بتعبك، بخدمتك، بنجاحك، ليست لونا من الكبرياء، لكن ليس خيرا للإنسان إلا أنه يفرح بتعبه، وخصوصا لو كان تعب من أجل ربنا لا تستطيع أن تتصور. فرح نحمية وعزرة لما قدروا يبنوا أسوار أورشليم، الشعب كله نفسه كان فرحان، لدرجة في سفر عزرة إصحاح 3 بيقول الناس من فرحهم بقوا بيبكوا وما كانوش قادرين يميزوا صوت البكاء من صوت الفرح، فرحانين انهم استطاعوا ان يتمموا خدمته. كل انسان بيخدم بيعطيه الرب فرحا بنجاح خدمته، فرح قلبي، فرحان بالرب اللي اشتغل معاه وكمل العمل معاه واتى به الى هذه الساعه. علشان كده بيقول المزمور عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين، فرحانين بالرب وعملوا معانا انه اشتغل معانا. عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين، ده اللي بيفرح بعمل ربنا معاه. يقول مجاري الانهار تفرح مدينه الله، لما بترويها كده بتفرح مدينه الله. ولذلك تجد مزمور كله فرح، هو مزمور 103 يقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل إحساناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالفرح والبهجة. فرحان بالرب. اللي بيشتغل لوحده بيفرح بعمل إيده، واللي بيشتغل مع ربنا
يبقى فرحان بربنا اللي اشتغل معاه. عشان كده كويس انك يكون ربنا مشترك معاك عشان تبقى فرحان بربنا وتقول عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. يفرح الزارع والحاصد معا، والذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. يحصدون بالابتهاج، بيشوف ايه ثمرة عمله، بعكس الذي يتكاسل ولا يعمل. على رأي الشاعر اللي بيقول: إذا أنت لم تبذر وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. أنت ما زرعتش وبصيت لقيت الحاصدين قصادك فندمت على التفريط في زمن البذر. الناس اللي بيخدموا بيبقوا فرحانين بالخدمة مهما أصابهم من تعب أو حتى من ضيقات أو ألام أو اضطهادات. بولس الرسول بيقول: كحزانة ونحن دائما فرحون. كحزانة ونحن دائما فرحون، فرحان بالرب. الناس بيشوفوه كحزانة، مرمي في سجن، جلد رايح. لا، في نظر الناس حزانة ونحن دائما فرحون، فرحانين بعمل ربنا. ولذلك بولس بيقول لأهل كولوسي: أفرح في آلامي لأجلكم. أفرح في آلامي لأجلكم. الإنسان الروحي يفرح بالآلام، يفرح بالآلام ويفرح في التجارب. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب منوعة. يبص للتجربة ويبص معاها إلى عمل ربنا، ويبص معاها إلى الأكاليل التي ينالها الشخص المجرب، ويبص معاها للبركة اللي ربنا يعطيها ويفرح بالتجربة. مش بس يحتملها، يفرح بالتجربة. الشخص الجزداني يتعب من التجارب ويتعب من ثقل الصليب ومن حمله، لكن الشخص الروحاني يفرح بالصليب، شاعر بعمل ربنا معاه. يفرح بالخبر الطيب، يقول لك الخبر الطيب يسمن العظام. الإنسان الروحي بيفرح بالإيمان ويفرح بالرجاء. بيقول فرحين بالرجاء، فرحين بالرجاء، لأن لما الدنيا تكون متسددة قصادك تبقى تعبان ومعكن لأن الدنيا مسددة قصادك. لكن لما يوجد رجاء، رجاء في أن إيد ربنا هتخش، إيد ربنا هتعمل، تلاقيك فرح إيه بهذا الرجاء. بيقول له في المزمور: ليفرح بك جميع المتكلين عليك. لأن المتكل على الرب لا يخزع، شاعر بفرح إن ربنا لابد أن يعمل عمله. اللي بيشوف العمل فعلا ويفرح بيه ده بيفرح بالعيان باللي حصل قصاده. لكن اللي عنده إيمان إن ربنا هيعمل عمل وله رجاء في عمل ربنا يبقى فرحان بالرجاء، فرحين بالرجاء. أولاد الله يعيشون دائما في فرح، لذلك فالرسول وضع الفرح ضمن ثمر الروح وقال ثمر الروح محبة وفرح وسلام. شاعر بفرح من جواه، شاعر بأن إيد ربنا بتشتغل. أنت يا رب ضابط الكل، أنت شايف كل حاجة وواخد بالك من كل حاجة، وأنا لا أتهمك بالتقصير في حق شعبك، أنت واخد بالك. عشان كده أنا أفرح في هذا الإيمان بأنك أنت لابد أن تعمل عمل، أو أنت بتعمل عمل فعلا سواء أنا شايفه أو مش شايفه. وبالشكل ده يبقى الإنسان واثق من إيد ربنا اللي بتشتغل معه، واثق من عمل ربنا في الكنيسة الذي له المجد من الآن إلى الأبد. أمين.